هذا أحد صباحات سلطنة عمان الحبيبة، أول أرض عربية تشرق عليها الشمس وتنثر النور والسرور في أرجائها. واليوم أول يوم ننطلق فيه في برنامجنا هبة ريح. كما عهدنا شبابنا دائما في طليعة كل حدث كبير، وكما تعودنا أنهم هبة ريح، جيناكم ببرنامجكم الرياضي هبة ريح بين أرجاء سلطنة عمان وبين الجبال والرمال وأيضا البحار والكهوف، وخليكم دائما هبة ريح. جاهزين؟ يلا بتريح. يلا هبة ريح. نعم ننطلق من محافظة مسقط إلى محافظة جنوب الشرقية، والقصد أن نبدأ أول مغامرة في ولاية صور في جبال نيابة طيوي. وجهتنا إلى قرية ميبام مع شباب عمانيين أقل ما نسميهم أنهم هبة ريح. عمر البوسعيدي واحد من رفاق هذه الرحلة، مصور ومغامر قام بتوثيق الكثير من الرحلات بالصور. والحين كابتن عاصم راح يخبرنا عن بعض إجراءات السلامة باستخدام المعدات. بالنسبة لعدة الإنزالات أو عدة الإنزال بالحبال، دائما تكون متخصصة بالمكان اللي أنت تروح له، بحيث أنك أنت تكون مستعد أكثر استعداد. من أهم الأشياء اللي هي موجودة اللي هي خوذة الرأس، اللي هو أهم عضو في جسم الإنسان، أنت تحاول أنك أنت تحميه قدر الإمكان. تختلف عدة الإنزالات الحبال من الهارنسز أو خلينا نقول الأحزمة على حسب الأوزان. في منها مثلا تاخذ الى 250 كيلوغرام، 500 كيلوغرام الى طن، يعتمد على احتياجك انت في المسار والثقل اللي ممكن تاخذه في المسار ايضا. الكاربينات فيها اللي هو القفل الثلاثي يعتبر، فرفع دوران فتح. في منها الالمنيوم وفي منها الحديد. الحديد العادي يستخدم لنقاط الارتكاز اللي هي تربط فيها الحبال وهذه الامور بحكم ان تحملها اقوى. الالمنيوم لانه اخف وايضا تحمله لا باس فيه، فيستخدم للنزول. بالنسبه للالمنيوم ياخذ الى 2.7 كيلو نيوتن اللي هي تعتبر طنين فاصله 7، اللي هي القدره الانكساريه في حاله ان الشخص مثلا سقط او تتحمل الى 2.7 طن. إذا تزيد عن 50 متر تبدأ تستخدم هذه العدة، هذه إلى 150 متر آمنة تبدأ تستخدمها، في عندنا نزلات 150-170 متر، فهذا العدة آمن. تستخدم سواء كانت في الأودية أو الكهوف أو الجبال. بالضبط، هذه طبعا أثقل شوي والعدة آمن، إذا ركبتها بشكل خاطئ ما راح تتحرك. في حالة أنك أنت نزلت أو سحبتها بسرعة كبيرة راح يضرب لوك، إنزين يقفل عندك بحيث أنه يتأكد أنك أنت ما تعمل حركة خاطئة. كل الفريق عندنا عندهم دوره في الاسعافات الاوليه، انزين، وفي عندنا ايضا مدرب اسعافات اوليه موجود في الفريق. الاسعافات الاوليه هدفها مش العلاج، عشان يكون واضح للجميع، الاسعافات الاوليه هدفها انت تقلل الخطر وتحافظ على صحه الشخص لغايه ما يوصل الى اقرب مستشفى. او انك انت يعني تعالج الاصابات البسيطه جدا. زين، ففي اللي هي الكمادات البارده، في عندك اللي هو الجل عشان العضلات، في عندك الكحول اللي هي على اساس انك تطهر الجروح، في منها اللي هو هذا البطل، وفي عندك اللي هي نفس الشيء الصغيره بحيث انها للجروح البسيطه وكذا. تاخذ حبال اللي هي ما تمتص الماء بحيث ان وزنها يكون خفيف دائما. حبال ضد الماء. ضد الماء، فما تستخدم لحال اوديه فقط. حال اوديه فقط. بالضبط. حلو. زين، فنستخدم احنا حبلين. ليش في عندنا حبلين؟ حبل واحد طبعا اللي هو راح يكون فيه نزول الشخص ويكون من قسم الى قسمين، بحيث ان حتى لو احتجنا ان نستخدمه للانقاذ ممكن نستخدمه. الحبل الثاني اللي هو حبل الامان. حلو. يعني في حاله انك انت الحين عندك ثلاث نقاط امان. انزين، عندك اثنين انكرينج بوينت اللي هي نقاط ارتكاز نربط فيهم الحبل.
نقطتين ارتكاز في حالة فشلت وحدة الثانية موجودة. ممتاز. الحبل الأول أنت تنزل فيه، في عندك شخص تحت مجرد أن يشد الحبل يمسك لك بريك ما تتحرك من مكانك. الله. الشخص اللي تحت ما انتبه لك، الشخص اللي فوق عنده تحكم أيضا، أنا أتحكم فيك يعني أنا أمسك الحبل أيضا أوقفك مكانك. فعندك ثلاث نقاط، الأولى أنت، ثاني الشخص اللي موجود تحت، الثالثة موجود الشخص اللي موجود فوق. الحين متحركين من نقطة تجمع، تجمعنا في نيابة طيوي بولاية صور، وراح نروح لقرية جبلية موجودة في عمق الوادي. طبعا هذه القرية تمتاز بمزارعها الجميلة وأيضا بتنوع منتجاتها. فكوتش، نحن تجمعنا صحيح في نيابة طيوي، في قصر طيوي. ممتاز. المودي إلى ولاية صور، ودخلنا في عمق الوادي، والحين مرور بعدد من القرى الجميلة الموجودة على ضفاف الوادي. يا سلام. صعدنا بالسيارات عبر وادي طيوي لمسافة 10 كيلومترات، كانت المزارع عن يميننا ويسارنا، والقيادة جدا مسلية، ولكن تحتاج إلى عامل الاحتراف والممارسة. وصلنا قرية ميبام أخيرا، وكان بعض أهل القرية موجودين في ساحة وقوف السيارة. وصلنا إلى قرية ميبام مع الكابتن عاصم البلوشي. كابتن، نريد نعرف عن بداية المسار وتقريبا المسافة اللي راح نقطعها. ممتاز. حاليا احنا راح، هذه نقطة البداية راح تكون معنا، راح نمشي 500 متر الى اول نقطة نزول اللي هي راح تكون 25 الى 30 متر. ممتاز. انزال بالحبال في وسط الشلال، منظر خرافي راح يكون، راح تستمتع فيه. بعد الانزال الاول مشي بسيط 100 متر الى الانزال الثاني 7 متر، بعدها سباحة في البرك المائية العميقة إلى آخر نقطة انتهاء، مش انتهاء المسار لكن آخر نقطة استراحة قبل ما نرجع إلى مواقف السيارات إن شاء الله، اللي هو راح يكون صعود متدرج بإذن الله. صعود متدرج، وأيضا أعتقد طول الوقت راح يكون هناك نزول. أغلب الرياضات يحتاج لنحمى كرياضة كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة أو كرة السلة. فهذه الرياضة، رياضة اللي هي الصعود والنزول، هل يحتاج إلى عملية إحماء؟ أكيد كل الرياضات لها طبعا نوع إحماء مخصص فيها، وأيضا حتى رياضة الهايك فيها أيضا إحماءات مخصصة تقوم فيها، نقوم فيها العادة في المسارات اللي هي جدا تكون صعبة أو متوسطة. أيضا هذا المسار يعتبر جدا سهل، مثل المشي العادي معظمه ما في تحميل أوزان ثقيلة، فما راح يكون في ضغط كثير على المفاصل والعضلات، فما ما راح يحتاج منه كثير من الإحماء. زادنا نحن نتحرك بشكل تدريجي اللي هو أيضا يعتبر إحماء، ونحن طبعا كلنا هبت هبت ريح هبت ريح. الحين قبل عنا نتحرك إلى المسار راح نأخذ بعض التعليمات من الكابتن. نعم جماعة، طبعا هذا المسار مسار طيوي سوينا تقريبا أكثر من 50 مرة، الحمد لله ما صار في عندنا إصابات أو أي شيء. طول ما أنت تسمع التعليمات وتتبع الإرشادات اللي هي موجودة، منها احترام المكان أول شيء واحترام الناس اللي موجودة فيه، ممنوع رمي المخلفات نهائيا، هذه من الأساسيات. بعدها نبدأ في الحواف، راح يكون في حواف في أماكن زلقة، فالمكان اللي ما يمشي فيه القائد أو الشخص اللي موجود في المقدمة كليدر ما نمشي فيه، إذا نحتاج أي مساعدة نطلبها أيضا. في عندنا فرنت ليدر بكون أنا موجود، باك ليدر موجود أيضا عبد المجيد معنا، والأخ عمر أيضا طلع معنا كذا مرة فأيضا عارف المسارات. بالنسبة للمسار راح نبدأ هنا في درج لغاية ما نوصل للإنزال الأول، نزول 25 متر، بعدها في سباحة 7 متر أخريات، وسباحة إلى آخر المسار. ما
ووصلنا لموقع الشلال اللي ننزل منه، وكان مشهد جميل جدا جدا جدا. ونزلوا المشاركين في المغامرة، وجاء دوري أخيرا. تعلمنا واستمتعنا كثير، والمياه كانت كثير نظيفة ومنعشة بين أحضان الطبيعة. مشاهدينا، تجربة جميلة وفريدة من نوعها، أنصحكم تجربوا بنزول مسار الأودية. الحين راح نبدا بنزول في المرحله الثانيه، طبعا هذه اسهل مرحله عن المرحله الاولى، وهب تريح. طبيعة عمان لا ينتهي. واخيرا وصلنا الى البركة الاخيرة، انتظرنا بعضنا عشان نضمن ان الجميع وصل، واخذنا قسط من الراحة. خلصنا المسار الحمد لله بالسلامة، بدون اي اصابات، اي جروح، اي امور اكبر من اللي نتوقعه. الانزالات مشت بشكل جيد جدا معظم الاوقات. كان في عندنا بعض الاشكالية ان بعض المشاركين صار عندهم بعض الارتباك والخوف من النزول من الاماكن المرتفعه، فصار النزول بطريق نسبيا خاطئ، ما ياثر على المشارك بشكل عام بس يخليه ابطا شوي وما يخلي النزول بالطريقه السليمه يعني. وصلنا اعزائنا المشاهدين لختام اول مسار، مسار وادي ميبام، اول تجربه واول مغامره. حقيقه استانسنا واستمتعنا مع الكوتش، والحين مع عمر راح يضبطنا احلى قهوه. ما عليكم اعزائنا المشاهدين غير تابعونا ان شاء الله في مغامرات او مسارات اخرى في ربوع سلطنه عمان، ودائما خليكم هبه ريح.